كنتوا عاملين الحمد لله، انتوا كويسين وبتكون خير. يلا بقى نختم المرحلة التانية من سوابق سباق القوارب الشرعية، يعني سباق المراكب الشرعية. يلا بقى عرفنا بقى نختار ايه. يلا ايوه قربنا، ده فاتني تقريبا، ما خدتش بالي. هو قصدك ايه عشان ما خدتش بالك؟ اكيد انت هتقوله دلوقتي، هتعرفهم دلوقتي. ما خدتش بالي من ايه؟ ايوه هو ده. نستخدم الحمي ونكسب بقى ونختم المرحلة التانية، وفضل لنا المرحلة الأخيرة هنختمها بصعوبة، لكن أنا قد الصعوبة ما شاء الله. يلا بينا، يلا هننتقم نموت. خد ده، يلا بينا. خد يا معلم، خد يا معلم، يلا يلا خد يا باشا البشوات. يلا يو 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 ده احلى فيديو في الدنيا. يلا بينا، الحمد لله كسبنا دي. خش يا علي، اقول لك اخبط بالدرع. انا عرفت ازاي اخلص الدرع مني، لما اخبطش حاجه، لما اخبط في الحيطه يختفي على طول الدرع مني، يتكسر ويختفي، بيدوب في الهواء. ما اعرفش بيدوب في الهواء ليه. يلا مش مهم، يلا هي شقيه دي بقى، ما تشكش شقيه بقى، ما اللعبه بالشكل ده. يلا بقى، يلا 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 ان شاء الله هنجيبها ونعدي. كمان فاتتني المره دي، مش هفوت حاجه والله، هضيع حياتي، هضيع الحاجات دي في ايه ولا بريكس، مش هضيعهم بايدي ولا ريكس. خد سنتين، ايه ده، دي هتقف شويه لغايه ما امي الزحليقه، الزحليقه في الميه. ايوه 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 ايوه، مش هضيع حاجه. خدي ايه اللي عملنا ده كله، ونستخدم دي. يلا بينا، الحمد لله كسبنا، الحمد لله. يلا بينا ونفتح الايه الصندوق ونشوف هنجمع ايه تاني. مرة جمعنا خشب، مرة جمعنا مناديل، يلا هنجمع ايه التالت، هنجمع ايه تاني بقى. الله الحمد لله، قرصان وراعي البقر ولابس المايو عشان يعوم في المية. يلا ايه خريطة؟ ايوه معانا خريطة، اه صح دي اسمها خريطة، خريطة. يلا متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل معاكم كل جديد. يلا باي باي، مع